بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله. نستكمل سويا مدارسة مشكلات التفسير بين الأصيل والدخيل، وكنا وقفنا عند الإسرائيليات. الإسرائيليات واحدة من صور الدخيل في التفسير. الإسرائيليات لا نتعامل معها بطريقة واحدة، فليست شرا محضا كما قد يتصور بعض الناس، ولا يعاب علماؤنا أيضا بروايتها مطلقا كما يتصور بعض الناس. فالإسرائيليات كان العلماء لهم في روايتها وذكرها في كتبهم، كان لهم في ذلك الأسباب العلمية التي حملتهم على ذلك. سنتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم. ماشي، تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني، التفسير بالإسرائيليات المخالفة لشريعتنا. يتوقع منك عزيزي الدارس تحقيق الأهداف التالية: أن تعرف الإسرائيليات، أن تعدد أنواع الإسرائيليات مبينا حكم كل نوع منها، أن تشرح الاختلاف في المسكوت عنه منها، أن تذكر أشهر رواة الإسرائيليات من الصحابة والتابعين. لاحظوا هنا في العنوان، نحن قلنا إن الدخيل يتمثل في نوع محدد من الإسرائيليات، وهي الإسرائيليات المخالفة لشريعتنا، المخالفة لشريعتنا. طيب، عندنا بعد ذلك إسرائيليات موافقة لشريعتنا، عندنا بعد ذلك إسرائيليات مسكوت عنها في شريعتنا. هل التفسير بها في ذاتها يعد دخيلا؟ لا يعد دخيلا إلا إذا انضم شيء آخر، كأن يقطع المفسر برأيه مثلا فيها، أو كأن يقطع المفسر بأن هذا التفسير المبني على الإسرائيليات هو الصحيح قطعا. والقطع كما تعلمون، القطع فيما هو محل الاجتهاد في التفسير من سبل أو من صور التفسير بالرأي المذموم، أو من صور التفسير المذموم. إذن الدخيل هو نوع محدد من أنواع الإسرائيليات، وهو التفسير بالإسرائيليات التي تخالف شريعتنا. طيب، ما هي الإسرائيليات؟ تفضل. إسرائيليات، معنى الإسرائيليات جمع مفرده إسرائيلية، والنسبة فيها إلى إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من إسراء بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، فيكون معناها عبد الله وصفوته من خلقه. نعم، إسرائيل، إيل، الله في اللغة العبرانية، لذلك جبريل، إسرافيل، ميكائيل، كلها عبد الله سبحانه وتعالى. فإسرائيل عبد الله، هذا هو اسم سيدنا يعقوب عليه السلام، وإسرائيل اسم شريف، فهو اسم من أسماء الأنبياء عليهم السلام،
وهو اسم شريف لأن فيه النسبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكعادة الأمور الشريفة فإنها تستغل في أمور غير شريفة، فكلمة إسرائيل الآن إذا أطلقت في العالم أو لدى المسلمين يفهمون منها هذا الكيان المحتل الذي يقتل الناس ويصادر الأراضي ونحو ذلك، لكن نحن ينبغي ألا يعني نغفل عن أصل هذه الكلمة، هذا الأصل الشريف لهذه الكلمة، وألا نكره هذا الاسم لأنه اسم لنبي من أنبياء الله تعالى. طيب تفضل. وإليه ينسب اليهود. وإليه ينسب اليهود فيقال بنو إسرائيل. فالإسرائيليات قصة تروى عن مصدر إسرائيلي، وهذه الكلمة قد غلبت على كل ما نقل من اليهودية إلى الإسلام وما نقل عن الأديان الأخرى إليه، ولكنها خصت بهذا الاسم لأن غالب ما نقل عن الأديان الأخرى واليهودية كان طريقه أولئك الإسرائيليين. طيب إذن الأصل أن هذه الكلمة تطلق على ما يرويه اليهود، هذا هو الأصل، لكن صارت هذه الكلمة أوسع من هذا، فصارت تطلق على كل ما نقل عن غير المسلمين، فما نقل عن النصارى يسمى إسرائيليات أيضا، ما نقل عن الهنود من حكايات وروايات قد تذكر في الكتب تسمى إسرائيليات أيضا، ما نقل عن الصينيين، ما نقل عن المصريين القدامى إذا ذكر في الكتب يسمى إسرائيليات أيضا، فكل ما نقل في كتبنا عن غير المسلمين يطلق عليه هذا الاسم إسرائيليات. نعم نعم هذه الكلمة يستعملها علماء المسلمين ويطلقونها على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي، فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة. تطرق، كل ما تطرق إلى التفسير يعني دخل، كل ما دخل إلى كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما، بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا منها ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم من أخبار لا أصل لها في مصدر قديم، وإنما هي أخبار من صنع من أخبار من صنع أعداء الإسلام كيدا لهذا الدين وإفسادا لعقائد أهله. إذن كلمة إسرائيليات مأخوذة من إسرائيل وهو نبي الله يعقوب، معناها عبد الله وصفوته من خلقه. هذه الكلمة أطلقت في البداية على ما نقل عن اليهود، ثم صارت تطلق على كل ما نقل في كتبنا عن غيرنا. أصل النقل كان لإفساد الدين، لكن العلماء تنبهوا إلى هذا وقسموا هذه الإسرائيليات إلى أقسام وفقاً للتوجيهات النبوية المتعلقة بهذا الأمر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له توجيهات متعلقة بكيفية التعامل مع هذه الإسرائيليات. طيب تفضل. أقسام الإسرائيليات وحكم رواية كل قسم. تنقسم الإسرائيليات من حيث صدقها وكذبها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء موافقا لما في شرعنا، هذا نؤمن به ونصدقه إذ قد علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة، وهو نوعان، فمنه ما أخبرنا به الصادق المصدوق
قرآنا أو سنة من أخبار أهل الكتاب، مثل ما جاء في صحيح البخاري في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، ومثل ما حكي في القرآن كثيرا من أخبارهم كقصة أصحاب السبت وأصحاب الأخدود وغير ذلك. هذا القسم يطلق عليه اسم الإسرائيليات يعني مجازا. هذا القسم يطلق عليه اسم الإسرائيليات مجازا، لأنه يحكي عن بني إسرائيل، وإلا فهذا هو يعني هذا لا نقول موافق لما في شرعنا، بل هذا عين شرعنا، هذا عين شرعنا وليس موافقا لما في شرعنا. نقول فهذا القسم أو فهذا النوع من هذا القسم هو عين شرعنا وليس مجرد وليس موقفه مجرد الموافقة لما في شرعنا، وإنما أطلقنا عليه هذا الاسم، أو نقول وإنما سميناه هكذا، أو نقول وإنما أدخلناه في هذا النوع مجازا أو توسعا. طيب، يبقى إذن لابد أن نعلم أن هذا النوع اللي هو ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة، ما حكي في القرآن من أخبار أهل الكتاب، كل هذه الأمور لا تسمى إسرائيليات موافقة لما في شرعنا، هذه عين شرعنا وليست مجرد موافقة لما في شرعنا. طيب، لماذا ذكرنا هذا القسم؟ من باب التوسع، وحتى نعلم أن من الإسرائيليات أو مما يتعلق ببني إسرائيل ما جاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، وبالتالي أردنا التنبيه على أمر، وهو نقول والمراد التنبيه على أنه ليس كل ما يروى أو يتناول أهل الكتاب مردود، إذ منه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا أخوانا الكرام، ثانيا، واضح؟ نعم، هذا ميزان لتمييز موافقته من رواية الإسرائيليات لشريعتنا. نعم، هذا ميزان، نعم، وهو عين شريعتنا، هذا هو المهم. نعم، يعني إذا حدثنا القرآن مثلا عن قصة أصحاب الأخدود أو قصة موسى عليه السلام، هل نقول هذه إسرائيليات موافقة لما في شريعتنا؟ لا، هذه عين شريعتنا وليست موافقة لشيء آخر. أصل الموافقة، ماذا تعني الموافقة؟ عندك شيئان، عندما تكون موافق معناها أنك عندك الآن عندك شيئين، لا هو شيء واحد عندك، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المرة قاله متعلق ما قاله متعلق بما عند أهل الكتاب. واضح؟ نعم. طيب، ثانيا، ومنه ما حكاه أهل الكتاب ونعلم صدقه من نصوص عامة وأخبار عن رسول الله وصحابته، مثل ما في كتبهم من أن التوحيد هو دين الأنبياء جميعا، مما غفلوا عن تحريفه أو حرفوه، ولكن بقي شعاع منه يدل على الحق. إذا قلنا إسرائيليات موافقة لما في شرعنا، يراد منها بالأساس ما رواه الصحابة والتابعين عن أهل الكتاب مما يوافق القرآن والسنة. طيب،
مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ إذا فتحتم مثلا اليوم التوراة، طيب ستجدون في التوراة الوصايا العشر، لا تسرق، لا تزني، كذا إلى آخره، هذا ما زال موجودا حتى يومنا هذا، الوصايا العشر التي أكدها القرآن في أواخر سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. فإذا هناك بقايا في هذه الكتب توافق شريعتنا. الأمر بالحجاب مثلا، الحجاب، أن المرأة يجب عليها شرعا أن تستر سائر جسدها، هذا موجود في التوراة والإنجيل إلى يومنا هذا، هذا مما يوافق شريعتنا. تحريم الخمر موجود في التوراة والإنجيل إلى يومنا هذا، بل تحريم أكل الخنزير، ما رأيك؟ تحريم أكل الخنزير موجود في كتبهم إلى يومنا هذا. فهذه الأمور مما يوافق شريعتنا، واضح؟ عندما تقرأ في الإنجيل مثلا، في أول إنجيل يوحنا، موعظة الجبل، موعظة الجبل للسيد المسيح عليه السلام، هذه الموعظة عندما تقرأها تكاد تجزم بأنها، أو يعني بأنها من نور، يعني فيها نور النبوة، يعني تكاد تقول يعني هذه تحتوي على أنوار النبوة، كلام السيد المسيح فيها منير مضيء. فإذا هناك إسرائيليات، يعني أمور عند أهل الكتاب في التوراة، في الإنجيل، في التلمود، في غير ذلك، توافق ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نتعامل مع هذا النوع؟ تفضل. فهذا هو الذي تجوز روايته للاستشهاد لا للاعتقاد، كما عبر عنه ابن تيمية وغيره، ولكن فيما عندنا عنه غنية، وهو الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا عندما يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقصد شيئا معينا، كان يقصد نوعا محددا، هو هذا النوع الذي نتحدث فيه، وهو رواية ما يوافق شرعنا من باب توارد الأدلة على الشيء الواحد، من باب الاستشهاد. نحن لن نأخذ عقيدتنا من التوراة والإنجيل طبعا، لكن إذا جاء في التوراة والإنجيل ما يوافق عقيدتنا فلن نجد حرجا في ذكره، لأنه يوافق أصلا ما عندنا. نعم، تفضل. والمعنى: حدثوا عنهم بما تعلمون صدقه، وهو ما يوافق القرآن أو السنة الصحيحة لما في الحديث عنهم من العظة والاعتبار. وقوله ولا حرج، أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، أنه كان قد تقدم عنه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا حرج، هذا رفع للحرج السابق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن هناك نهي سابق، كما في أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة، كان هناك نهي عن كتابة السنة، ثم أذن النبي
صلى الله عليه وسلم بالكتابة لبعض الصحابة، ثم أذن إذنا عاما بكتابة السنة. فهذا الأمر متكرر من باب التدرج في إعطاء الناس ما ينفعهم. لذلك الأصوليون يذكرون هذا في كتبهم ويناقشون هذه المسألة، ويسمونه الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر، هل يكون للإباحة أو يبقى أمراً؟ يذكرون هذا ويناقشونه في كتب الأصول. فإذا كان هناك حرج، كان هناك حرج لدى النبي لدى الصحابة رضي الله عنهم، حرج عليهم النبي ثم رفع هذا الحرج بقوله ولا حرج. نعم. قال قال الحافظ الحافظ في الفتح: في الفتح: وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. إذن هذا متكرر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منه تدرج في التربية، تدرج في التعليم. وفي هذا دليل على جواز أن يمنع الأستاذ تلميذه من شيء هو مشروع في ذاته. يعني عندما يمنع الأستاذ تلميذه ويقول له لا تقرأ هذا الكتاب، لا يحتج عليه بقول الطالب عندئذ: أستاذ، قراءة الكتاب ليست حراما. إذن للأستاذ أن يمنع، وللمربي حتى الأب في بيته، حتى الأم في بيتها، له أن يمنع عن بعض المباحات أو بعض الجائزات من باب التربية، من باب التعليم، من باب التدرج، من باب إعطاء الإنسان ما ينفعه. واضح؟ طيب، لما استقرت الأحكام أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأنهم عندئذ سيفرقون بين ما هو من ديننا وما ليس من ديننا. طيب، ثم إن الدكتور أبو زهو قد خص الإذن بمن تمكن في علوم الشريعة فقال: وينبغي أن يخص الإذن بمن تمكن في علوم الشريعة وقويت معرفته بأصولها، وإلا لحدث اللبس والتخليط في العقائد. اللبس والتخليط في العقائد، يعني لا يقدم أو لا يأخذ بهذه الرخصة إلا متمكن، لأنه هو الذي سيتمكن أو هو الذي سيستطيع التمييز بين ما يوافق وما لا يوافق. يعني أنت ربما تظنه موافقا وهو ليس موافقا. فلذلك سيدنا الشيخ أبو زهو رحمه الله قال: الإذن لمن تمكن، لمن يعرف التمييز، وإلا التبس عليه الأمر. طيب، وهو قول ابن حجر في الفتح إذ يقول: والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج في الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزام اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجون من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه. عليه. إذن علماؤنا قديما كان من سيرتهم أن ينظروا في كتب أهل الكتاب ويستخرجوا من هذه الكتب ما يدل على نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، من ذكر صفته في التوراة والإنجيل ونحو ذلك، ويستدلون به على أهل الكتاب من باب إلزامهم بما في كتبهم. طيب، إذن هذا هو القسم الأول،
إذا القسم الأول ما جاء موافقا لما في شرعنا فهذا تجوز روايته للاستشهاد لا للاعتقاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. القسم الثاني القسم الثاني ما جاء مخالفاً لما في شرعنا، فهذا قد علمنا كذبه مما عندنا، وذلك مثل ما ذكروه في قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عصمتهم، وما ذكروه مما لا يليق بجانب الألوهية جناب الألوهية يعني حق الألوهية، يعني هيبة الألوهية. كوصفهم الله تعالى بالتعب والحزن والندم وما إلى ذلك وما إليه. نعم. إذن هذا كثير في كتبهم عند اليهود وعند النصارى أيضا، وصفهم المسيح أنه ابن الله ونحو ذلك من الأمور التي لا تليق لا به ولا بسائر الأنبياء، كل هذه أمور لا شك في مخالفتها لشرعنا وديننا. طيب، فلا يجوز تصديق مثل هذا ولا روايته، إذ فيه جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لروايته نقول إلا لبيان كذبه، إلا لبيان كذبه، يعني إذا كان العالم سيرويه لبيان كذبه كما نفعل الآن مثلا، أو كما في العقائد عندما ندرس في العقائد مثلا أن الله تعالى لا يتعب ولا يمل ولا ينام، خلاص ثم يشرح الأستاذ لطلابه أن في هذا بخلاف ما عند أهل الكتاب حيث قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، هذا يجوز لبيان ضعفه ولبيان بطلانه. فإذا نقول لا يجوز تصديق هذا، طبعا هذا أكيد لمخالفته، لكن من حيث الرواية يجوز أو لا يجوز أن يروى إلا لبيان كذبه، كالحديث الموضوع تماما. حديث الموضوع لا يجوز روايته إلا لبيان كذبه أيضا. طيب، ولعله هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثه، يعني آخر كتب الكتب السماوية، لم يشب، تقرؤونه لم يشب، لم يخلط بغيره، لأنه محفوظ، وقد يبقى حدثكم هنقول الله. بقى ايه؟ مش يشب، لم يشب، لأنه يشب من الشيب وهو البياض في الرأس، واشتعل الرأس شيبا يشب، لكن لم يشب يعني يختلط من الشوب. إذن أحدث، ها، لم يشب يعني لم يختلط بغيره، نعم، خالص يعني خالص، لم يدخله التحريف. تمام. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب. قال الإمام مالك: المراد هنا التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. كلام سيدنا الإمام مالك أيضا واضح واضح، فهو يقول المراد هنا التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. يبقى إذن عندما يأتيك الخبر فيه إجازة رواية الإسرائيليات فاعلم أنه فيما يوافق شريعتنا وليس فيما يخالف شريعتنا. احنا قلنا أحدث
أحدث آخر الكتب السماوية لم يشب، يعني لم يختلط بغيره. ماشي. نعم. القسم الثالث، القسم الثالث ما هو مسكوت عنه إذ ليس لدينا دليل شرعي يؤيده أو ينفيه، وهذا القسم غالبه مما لا فائدة فيه تعود على المكلفين كما عبر ابن تيمية وغيره، مثل تعيين بعض البقرة الذي ضرب به القتيل، والشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام وغير ذلك، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه لعدم وجود دليل هناك يبين. لابد هنا نعم هناك لابد هنا من التفرقة بين أمور، وهذا رأيته لبعض أساتذتنا ولبعض شيوخنا. المسكوت عنه هذا إما أن يكون من حيث العقل من المستحيلات العقلية، يعني تحيله العقول، أو مسكوت عنه لا تحيله العقول. طيب، المسكوت عنه الذي تحيله العقول هذا أيضا يلحق بالقسم الثاني. يلحق بماذا؟ بالقسم الثاني. المسكوت عنه الذي لا تحيله العقول فهذا هو الذي ينطبق عليه أنه مسكوت عنه، وفيه الخلاف بين العلماء هل تجوز روايته أو لا تجوز، أو لا تجوز روايته. إذن في المسكوت عنه لابد أن نفرق بين أمرين: مسكوت عنه يحيله العقل، ومسكوت عنه لا يحيله العقل. طيب، لاحظوا هنا أن الغالب الإسرائيليات الموجودة في كتبنا هي من هذا القسم الثالث المسكوت عنه: تفسير البغوي، تفسير الطبري، تفسير الثعلبي، كل التفاسير التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذه التفاسير غالب الإسرائيليات التي فيها من هذا القسم المسكوت عنه. لماذا؟ لأن القصص الإسرائيلي فيه تفاصيل، هذه التفاصيل لا تذكر في كتبنا، لأن القرآن لما بيذكر القصص هو لا يستهدف القصة في ذاتها، بل يستهدف الدرس، العبرة، العظة. وبالتالي القرآن لا يذكر أسماء الأشخاص ولا الأماكن ولا التواريخ، ولا يدخل في هذه التفاصيل التي لا يبنى عليها شيء. النفس الإنسانية بطبيعتها تتطلع إلى معرفة التفاصيل، تحب التفاصيل. أين توجد هذه التفاصيل؟ عند أهل الكتاب. لذلك كان القصاص والكثير من المفسرين يذكرون هذه التفاصيل كلون كلب أصحاب الكهف، كما هي الشجرة التي أكل منها آدم، ما هو الجزء بالضبط الذي ضربت به البقرة، أين توجد قرية أصحاب السبت. كل هذه الأمور لا توجد ولم ترد لا في القرآن ولا في السنة، لكنها موجودة في كتب أهل الكتاب. طيب، ولا نعلم في ديننا ما يصدقها ولا ما يكذبها. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني، لاحظوا هنا أنه في القسم الأول حديث صحيح، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. في القسم الثاني حديث صحيح: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم أحدث تقرؤونه لم يشب. القسم الثالث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. يبدو الآن لغير الدارس أن النبي صلى الله عليه وسلم إما تناقض حاشاه صلى الله عليه وسلم، أو أن رواة الحديث كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا أنت الآن عندما تقرأ هذه الأحاديث مجردة من غير أن تضع هذه الأحاديث في أماكنها الصحيحة، ماذا ستفعل؟ ستقول إما أن النبي صلى الله عليه وسلم تناقض وحاشاه، أو أن رواة الحديث كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعقل أن يقول النبي في بعض الحديث ولا حرج، وفي بعضها لا تصدقوا، وفي بعضها كيف تسألونهم. هذا غير مفهوم، هذا غير معقول. هذا مثال جيد جدا ليوضح لكم أن من لم يتلقى العلم عن أهل العلم سيزل ويخطئ، بل بعضهم يخطئ ويضل بزعم الدفاع عن الإسلام. يقول لك أنا الآن إما إني أكذب الرسول أو أكذب البخاري، فأنا لا، أنا أكذب البخاري لا أكذب الرسول، فالبخاري كذاب، مسلم كذاب، الترمذي كذاب، الحديث كله ما في أحاديث، الأحاديث كلها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن فقط نأخذ بالقرآن. ثم ستجد أن هؤلاء يقولون سنأخذ من القرآن ما وافق عقولنا، أو ما وافق عصرنا، أو ما وافق مدنيتنا وحضارتنا، فيتحول الدين مع الوقت إلى عبارة عن مجموعة من الطقوس والشعائر والأخلاقيات التي لا معنى لها، وليس لها بعد عقدي ولا أخروي، وهكذا يحرف دين الله سبحانه وتعالى. التلقي عن أهل العلم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من هذه الكوارث، حيث يعلم المتعلم مورد وموقع وموضع كل حديث. فلما يقال لك حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، تقول نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يوافق شريعتنا. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما سكتت عنه شريعته. كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم لم يشب أو لم يوشب؟ تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما جاء مخالفا لما في شريعتنا. إذن معرفة مواضع الحديث ومواقع الحديث مهم جدا، وإلا اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتناقض أو كذبنا بعض حديثه صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ضلال، وكلاهما ضلال. اذكروا هذا المثال للناس يا جماعة، اذكروا هذا المثال للناس واشرحوه للناس، حتى يتعلم الناس أن العلم بالتعلم، وحتى يعلم الناس أو يتعلم الناس ألا يسمعوا إلا لأهل العلم. مش كل إنسان قرأ كتابين وأخذ دكتوراه في العلوم الإسلامية يطلع في التلفزيون يحكي للناس عن أشياء هو لا يتقنها، بزعم إعمال العقل، بزعم التجديد، بزعم الدفاع عن الإسلام، وهو يهدم الإسلام. هذا مثال واضح أمامناه، ثلاث أحاديث كلهم في صحيح البخاري، لكن كل حديث منها في مورد. إذا لم تعرف المورد، إما أن تكفر وتقول الرسول تناقض، أو تضل فتنكر السنة، وأنت لست مضطرا لا لهذا ولا لذاك، لست مضطرا لا للكفر ولا لإنكار السنة، فقط إذا تعلمت على يد العلماء.
واضح يا أيها الإخوة؟ نعم أستاذ الكريم. حكم هذا القسم، تفضل. نعم، أما حكم رواية هذا القسم فقد اختلف العلماء في ذلك بين مجوز ومانع. أولا المجوزون، فالطبري وابن كثير وابن تيمية وتبعه الدكتور الذهبي والدكتور أبو شهبة أجازوا رواية هذا القسم استنادا لما فهموه من الإباحة في حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن المسكوت عنه نرويه أو لا نرويه؟ هذا من حيث التصديق والتكذيب، لا نصدق ولا نكذب. طيب، هل أرويه؟ أذكره في كتبي، أذكره في خطبي، أذكره في دروسي، أذكره للناس أو لا؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. طيب، المجوزون زي ما حضراتكم شايفين كده يبدو أنهم هم الأكثر، المجوزون هم الأكثر أخذاً من صنيعهم. علماء الإسلام المفسرون في كتبهم يذكرون هذا القسم، لا يوجد تفسير خلقه الله إلا وتجد فيه بنسبة 90% إلا وفيه إسرائيليات، تفاسيرنا فيها إسرائيليات. ونحن قلنا قبل ذلك إنه وجود الإسرائيليات في حد ذاته ليس عيباً، فقد يذكر المفسر الإسرائيليات المخالفة لما في شريعتنا للتنبيه على كذبها، فلا يعاب. واضح؟ لكن من لا يميز يطعن في العلماء. إنه هذه المسألة يا إخواننا من المطاعن الكبيرة، مسألة الإسرائيليات في الكتب، في كتب التفسير والحديث ونحو ذلك، من المطاعن التي يطعن بها المثقفون الحداثيون العلمانيون في ديننا. لكن يعني التراث لابد من غربلته، لابد مش عارف تصفيته، لابد مش عارف من كذا كذا كذا، والعلماء كيف يرون هذه الأمور؟ أين عقولهم؟ أين كانوا؟ هم ضعاف العقول. ويعد بقى يتهم في العلماء لروايتهم لهذا. لا يا حبيبي، العلماء كانوا يعرفون ما يفعلون، لم يكونوا غافلين ولا مغفلين، بل عندهم موازين علمية كما قلت. فإذا غالب كتب التفسير تروي الإسرائيليات، معنى ذلك أنه يجوز عند من رواها رواية هذا القسم المسكوت عنه كابن تيمية والطبري وغيرهم من المفسرين. طيب، تفضل. قال ابن تيمية: والثالث ما هو مسكوت عنه فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. ويشير إلى قوله: إن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. أما الطبري فقد روى الكثير من الإسرائيليات في كتابه تاريخ الأمم والملوك، وقد أحس في مقدمة كتابه أن قارئه قد يستغرب بعض الأخبار التي يذكرها، فقال: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أن لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما من قبلنا، وإنما أتي من بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على ما أدي إلينا.
يعني هو يقول أنا فقط أنقل لكم ما قيل. والطبري في كتابه، في كتاب التاريخ، كان ناقلا أكثر منه محققا. فلذلك هو يعتذر ويقول يعني نحن التزمنا بالنقل عن الآخرين، فأنت إذا استشنعت خبرا أو وجدته يعني لا يتوافق مع ما في عقلك، فإنما هذا ليس من قبلي وإنما من عند الرواة الذين رويت عنهم. نعم. وأما يعني ابن كثير آه يعني يحيل التحقيق والتحرير إلى القارئ. نعم، كأنه نعم طالما أسند، نعم هو طالما أسند فقد أحالك، يعني كما يعني يقال. لكن هو يقصد شيئا آخر، وهو أنك قد تتعجب من بعض الروايات. هذه الروايات يقول أنا لم أخترعها وإنما أنا نقلتها. لماذا ينقلها؟ لأنه يجوز عنده نقلها لأنها من القسم المسكوت عنه. واضح؟ نعم. أما ابن كثير فقد صرح بجواز رواية هذا القسم في مقدمة كتابه البداية والنهاية، فبعد ذكره للحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال: فهو محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فيجوز روايتها للاعتبار، وهذا الذي نستعمله في كتابنا هذا. نعم هو صرح في كتابه في التاريخ أيضا. وابن كثير كان يعني إيه متابعا للطبري تماما. تفسير ابن كثير هو اختصار لتفسير الطبري مع زيادات. البداية والنهاية هو أيضا أخذ أساسا من تاريخ الطبري مع زيادات. فالطبري ألف تفسيرا، ابن كثير ألف تفسير. الطبري ألف تاريخا، ابن كثير ألف تاريخا، وكلاهما على نهج واحد من التوسع أو التسامح في رواية الإسرائيليات المسكوت عنها. طيب، أما تفسيره أما تفسيره فإنه يعتبر نسيج وحده في التنبيه على نسيج، الإسرائيل يعتبر نسيج يعتبر نسيج وحده. وحده في التنبيه على الإسرائيليات الباطلة المكذوبة، وتارة لا يذكرها بل يشير إليها ويبين رأيه فيها، وقد تأثر في ذلك بشيخه الإمام ابن تيمية. ابن كثير من تلامذة ابن تيمية، لكنه ليس تيميا، لا بد أن تعرفوا هذا. وابن حجر من تلامذة ابن تيمية، ما رأيكم؟ ابن حجر العسقلاني، شارح صحيح البخاري، من تلامذة ابن تيمية، لكن ابن حجر ليس تيميا بل أشعريا. فالعلماء قديما كانوا لا يتحرجون من التلقي حتى عمن يخالفهم، أو الطالب يتلقى ثم بعد ذلك ربما يخالف شيخه، لا حرج في هذا ولا إشكال في هذا. نعم. وقال الدكتور الذهبي: ثم إذا جاء شيء من هذا القسم الثالث عن أحد من الصحابة غير من أسلم من أهل الكتاب وغير من اشتهروا بالأخذ عنهم وكان ذلك بطريق صحيح، فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأول يقبل ولا يرد، لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذ عن أهل الكتاب ثم جزم بصدقه بعدما علم من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديقهم في مثل ذلك بقوله: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله، لأن احتمال أن يكون الصحابي الذي لم يشتهر بالأخذ عن بني إسرائيل قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
أقوى من احتمال سماعه من أهل الكتاب، ولا سيما بعدما تقرر من أن أخذ الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلا بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم. أما إن جاء شيء من هذا القسم وكان محتملا للصدق والكذب عن بعض التابعين فحكمه أن يتوقف فيه، فلا يحكم عليه بصدق ولا بكذب، وذلك لقوة احتمال سماعه من أهل الكتاب لما عرفوا به من كثرة الأخذ عنهم، وبعد احتمال كونه مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك. أما إن اتفقوا عليه فإنه يكون أبعد من أن يكون مسموعا من أهل الكتاب، وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله. إذن هذا تفصيل خاص بالدكتور الذهبي رحمه الله تعالى. كما رأيتم قسم هذا القسم الثالث إلى أقسام وفق لاحتمالاته، إنه هذا الراوي إن كان من الصحابة هل هو من الصحابة أو هل هو من التابعين. إن كان من الصحابة فقد يجزم به أو لا يجزم به، واضح؟ إن جزم به فهو كالقسم الأول، إن لم يجزم به فالنفس تسكن إلى قبوله، فالنفس تسكن إلى قبوله، لا سيما إن روي عمن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. طيب إن جاء عن التابعين فيتوقف فيه كما يقول الشيخ، ولا شك أن هذا التقسيم من الشيخ تقسيم حسن أيضا. خلاصته أيضا أو يستفاد منه أيضا أنه لا حرج ولا بأس برواية القسم الثالث الذي هو مسكوت عنه. طيب، ويقول الدكتور أبو شهبة في هذا القسم: ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية عنهم، ويبدو أن العلماء القائلين بالجواز هم الأكثر تصريحا من أقوالهم، أو واقع تصرفاتهم وفعلهم في كتبهم. نعم، إذن العلماء القائلون أقول العلماء القائلون بالجواز هم الأكثر تصريحا من أقوالهم أو من واقع تصرفاتهم في كتبهم. ما معنى واقع تصرفاتهم في كتبهم؟ يعني في الواقع كل التفاسير مملوء بهذه الروايات من هذا نعم، القسم. ومن هؤلاء طبعا كما قلنا الطبري وابن كثير وغيرهم من العلماء. إذن هم عندما يكتبون في كتبهم هذه الإسرائيليات فهذا واقع عملي يدل على رأيهم، واضح؟ نعم. طيب، ثانيا، المانعون رفض بعض العلماء رواية هذا القسم وقالوا: كما توقفنا في تصديقه نتوقف في روايته، فأي تصديق لروايته أقوى من أن نقرنها بالقرآن الكريم فيتوهم القارئ أن فيها تفصيلا لما أجمل وتنبيها لما أبهم. وعلى رأس هؤلاء الرافضين الدكتور محمد أبو زهو والشيخ أحمد شاكر والدكتور عبد الوهاب فايت رحمهم الله جميعا. طيب، إذن المانعون لرواية القسم المسكوت عنه، ما حجتهم؟ أن الرواية تصديق، لم يفصلوا بين الرواية والتصديق،
يقولون كونك ترويها وتكتبها معناها أنك مصدقها، والحقيقة أنه لا تلازم بين الأمرين. نعم. يقول الدكتور أبو زهو: ما لم يثبت صدقه ولا كذبه ولا فائدة تعود على المكلفين من التحدث بهذا النوع، فشرعنا والحمد لله مكتف بنفسه وليس بحاجة إلى مثل هذا، ففيه من العقائد والأحكام والأخلاق والآداب والمواعظ والأمثال ما فيه كفاية وذكرى لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لاحظ معايا هنا انه ايضا ممن لا يعتني بالاسرائيليات ولا يرويها علماء الدراية، ايضا علماء الدراية يعني علماء التفسير بالرأي، ايضا ممن لا يعتنون برواية الاسرائيليات، يعني قلما تجد اسرائيليات مثلا في تفسير ابي منصور الماتريدي. لماذا؟ لأنه كان يرى أنه الخوض في هذه الأمور مما لا فائدة فيه. نعم. نعم، الشيخ أحمد شاكر يقول: إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر، لأن في إثبات مثل هذا بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا تعرف صدقه ولا كذبه مبين أو مبين لمعنى قول مبينون. الله، مبين لمعنى قول الله سبحانه، ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير والبيان، اللهم غفرا. غفرا. طيب إذا الشيخ أحمد شاكر موقفه الآن واضح، إنه أنت عندما تضع هذه الروايات في كتاب من كتب التفسير بعد آية قرآنية، هذا سيولد في نفس من يقرأ القرآن تصديقا لهذه الرواية، يعني تصديق القارئ للآية سينسحب على تصديقه للرواية، وبالتالي هو يقول إن روايتها مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال حدثوا عنهم فهو أيضا قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ومن تصديقهم رواية أقوالهم، فمجرد الرواية تصديق، هكذا يقول الشيخ أحمد شاكر، وهو كلام كما قلنا بعيد عن التحقيق، فالتصديق شيء والرواية شيء، وراوي الكفر ليس بكافر، هكذا قال راوي الكفر ليس بكافر. وكم في القرآن من أقوال رواها لنا ربنا سبحانه وتعالى هي أقوال كفرية، ولا يلزم من قراءتها الكفر. عندما يقول إبليس، عندما يعارض إبليس مثلا ربنا سبحانه وتعالى، عندما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالساحر والكذاب ونحن نقرأ ذلك ونتعبد به، هل قراءة هذا وتحفيظ أولادنا لهذا يعني أننا صدقنا بهذا؟ كلام ضعيف للغاية حقيقة. والتحقيق كما قلنا على خلافه. طيب، يقول الدكتور فايت: ولكني أرى أن هذا القسم المسكوت عنه
وهو الذي لا نعلم صدقه ولا كذبه لا تجوز روايته بل يجب أن نتوقف في روايته كما توقفنا في قبوله لأن روايته توهم قبوله والتصديق به ما دمنا قد توقفنا في قبوله فمن الأحوط أن نتوقف كذلك في روايته. نعم، إذن واضح أنهما يقول أن هؤلاء يقولون بوجود التلازم بين الرواية والتصديق، والحق أن الرواية والتصديق ليس من باب واحد، فكم من شيء يروى دون أن يلزم عن ذلك تصديقه، كما نقرأ في القرآن أقوالا كفرية قالها أهل الكتاب مثلا، حكاها عنهم القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فلم يقل أحد إن قراءتنا وحفظنا لهذه الآيات كفر لمجرد حكايتها، مجرد حكايتها. قديما قالوا إن راوي الكفر ليس بكافر، فما بالنا وهذا القسم لا ينطوي على كفر. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ نعم أستاذ، لكن كان في القرآن جوابا تاما ل يعني الخطأ هذه الروايات. إذا كانت خاطئة، إحنا بنتحدث في أي قسم يا شيخ؟ نعم يعني نتحدث في كانت المسكوت عنه. أنا فقط أريد أن أميز بين أو أفصل بين الرواية والإيه والتصديق. أنا أريد أن أقول لا يلزم من رواية الخطأ اعتقاد الخطأ، فما بالك إذا لم يكن عندك دليل على خطئه. واضح؟ نعم نعم أي أن رواية الخطأ ليست خطأ، فما بالك إذا لم يكن عندك دليل على خطئه. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، نكتفي بهذا اليوم ونلقاكم على خير بإذنه تعالى. أي سؤال قبل أن نختم؟ عندي سؤال أستاذ الكريم. تفضل. هل يمكن أن نقول الأولى أن لا يذكر في الكتب الذي يكتب للعامة هذا القسم؟ نعم، يمكن أن نقول هذا، يمكن أن نقول هذا، يمكن أن نقول إن هذه الأقسام أو هذا القسم المسكوت عنه الأولى عدم تضييع أوقات الناس به. نعم. ثم عندي أيضا سؤال، هذا ذكرني هذا بذكر أسقلاني وابن كثير مع علاقته ابن تيمية، هل يجب على طالب العلم أن يكون له أستاذ منهج واحد أم يمكن له أستاذان أو أكثر؟ إن وجدت أستاذا يغنيك فهذا هو المراد، إن وجدت أستاذا يغنيك فهذا هو المراد، لكن أحيانا لا تجد هذا الأستاذ الذي يغنيك عن غيره، فماذا تفعل؟ ماذا يفعل طالب العلم؟
يتوقف عن طلب العلم أو يأخذ من شيخه ما يفيده. لا شك إنه العقل بيقول خذ ما ينفعك، واضح؟ نعم. إذا وجدت طبعا من يغنيك فخلاص هذا هو المراد، لكن ربما لا تجد، واضح مولانا؟ نعم أستاذ الكريم، شكرا جزيلا. أكرمكم. طيب نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.